السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي وريد شانل. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون قسمين. القسم الأول راح أشارككم فيه تغييراتي للتنسيقات الشتوية وكيف سويت الماربل كيك، والجزء الثاني إن شاء الله راح أشارككم جزء من مشترياتي من شيئن وإن شاء الله يعجبكم. خلونا نبدأ. طبعا زي ما تشوفون هذه بعد تنسيقات فصل الخريف، سويت لها فيديو كامل راح أحط لكم تحت الرابط حقه في صندوق الوصف. طبعا جبت هذه الشمعة مرسوم عليها ثيم شتوي ومكتوب عليها وينتر، ريحتها جدا جميلة وتناسب الشتاء. بدلت طبعا أشياء الخريف بأشياء الشتوية، تنسيقات بسيطة ولطيفة. وبدل هذه الشمعة جبت هذا المبخر لونه أبيض مع ماربل، يناسب التنسيق كامل أو الثيم كامل اللي أنا جايبته. بعد كذا اخترت هذه الصينية مقسومة لونين أبيض وأسود وفيها كذا ماربل، وبعدين جبت هذه الثلاجة لونها أبيض وبرضو كأنها كذا رخامية، وطبعا حطيتها في الجزء الأسود. وجبت هذا الصحن على شكل ورق شجر وفي ذهبي، بما أنه فيه ذهبيات في نفس الثلاجة والأشياء الباقية. وبعدين جبت هذه القاعدات حقت الفناجيل، حقت فناجيل القهوة، هذه خليتها كلها في الجزء الأسود. الجزء الأبيض اخترت معاه فناجيل سودا وفيها ذهبي. وطبعا راح احط لكم كل الاشياء من فين اشتريتها تحت في صندوق الوصف بالتفصيل. وبعد كذا جبت هذه التحفه لونها برضو اسود وذهبي، تعطي شكل للمكان. نجي الحين لطريقه الماربل كيك. اضفت في العجانه 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه معها سكر، وبديت اخفقهم. طبعا اخفقوهم تقريبا 3 دقائق عشان يتجانسون مع بعض مضبوط. طبعا كل المقادير راح اكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف لو حبيتوا ترجعون للوصفه، ولكن حبيت اشارككم بالطريقه خطوه او خطوه. بعد ما اخفقت البيض وشايفين كيف صار لونه على ابيض تقريبا، راح ابدا اضيف الزيت وباقي المكونات السائله، وبعدين اخفقهم برضو شوية، وبعد كذا ابدا اضيف المكونات الجافة ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. وبعدين نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلطهم لحد ما يتجانسون. وفي هذه المرحلة لما تخلصون من الخلط راح تقسمون الخليط لقسمين، قسم تخلونه سادة والقسم الثاني تضيفون له ملعقتين شوكولات بودرة يكون النوع المر. وطبعا تضيفون معاه ملعقة موية لو حسيتوا الدقيق أو الخليط لسه ثقيل أضيفوا ملعقة ثانية. وبعدين لما يتجانس الخليط جيبوا صينية ودهنوها بزيت أو بطنوها بورق زبدة اللي موجود عندكم، وابدأوا حطوا زي ما أنا مسوية الحين طبقة بيضة بعدين طبقة سودة عشان تختلط مع بعض. وبعد كذا جيبوا مخلال أو شوكة ولخبطوها مع بعض عشان تطلع شكلها جميل بعد ما تدخلون الفرن من تحت 40 دقيقة. وطبعا هذا هو الشكل النهائي للكيكة، تقدرون تغطونها من فوق بشوكولات، لكن أنا فضلت أنها تكون سادة جدا خفيفة ولذيذة، وتقدرون تاخذونها مع قهوة مع شاهي عصرية. لو جربتوها اكتبوا لي تحت في التعليقات إيش رأيكم فيها. نيجي الحين للقسم الثاني من الفيديو اللي هي مشترياتي من شيئن. قررت اني اشارككم بعض مشترياتي من موقع شيئن، صراحة اشياء لطيفة وجميلة اخذتها وحبيت اني اشاركها معاكم. في اشياء مرة كانت جودتها حلوة وما توقعتها بهذه الجودة، في اشياء شوي صدمتني ما توقعتها بهذا الشكل. خلونا نشوف. اول شيء راح اشاركه معاكم اللي هي هذه، عبارة عن مية غطاء للراس، مرة حلوين لو حطيتي في شعرك زيت او شعرك حنة او ماسك، او حتى وانتي تطبخين لو ما تبغين شيء يطيح في الاكل او الطبخ، او حتى ما تبغين ريحة الطبخ تمسك في شعرك تقدرين تستخدمينها، جدا حلوة. ومية حبة وتقريبا سعرها بس 8 ريال. طبعا راح احط لكم كل الروابط تحت في صندوق الوصف. ثاني شغلة خذيتها اللي هي هذه، عبارة عن علبة المناديل، طبعا جاية مع تنسيق الصالة حقي. لما شفتوا تنسيق الصالة تلاقون الفيديو تحت في قناتي دوروا عليه، كان التنسيق كله أصفر مع أصفر، فاخترت هذا التنسيق برضو عشان يكمله، جاء جدا جميل. بعد كذا خذيت هذه الربطات، عجبتني صراحة انه كذا تحسون ستايلها شتوي، مرة حلوة للشعر. هذه ثاني مرة تقريبا اخذ من عندهم ربطات ومرة جودتها كويسة. بعد كذا عندنا هذه تعتبر حق تنسيق حفلات البالونات، يعني تحطون فيها البالونات بشكل، راح اوريكم صورة لها عشان توصلكم الفكرة يعني. وبرضو خذيت هذه البالونات، تجيكم تقريبا مجموعة بالونات مع ورق شجر لها ثيم معين، برضو راح اوريكم صورة لها في الموقع. وان شاء الله لو سويتها كل هذه الاشياء راح اصورها وانزلها لكم هنا في القناة. وطبعا هذه البالونات تقريبا 40 بالونة، في بعضها بيضة وبعضها تجيكم شفافة وداخلها اشياء ذهبية مرة جميلة. بعد كذا عندنا هذه اللوحة يسمونها لوحة ماسية،
اخترت هذه اللوحة برسمة الفنان فان جوخ اللي هي ليلة النجوم، لأني أحب هذه اللوحة من زمان، فحبيت أني مرة أشتغل عليها. طبعا الفكرة اللي هي تجيكم هذه اللوحة كذا تفردونها، وبعدين يجيكم داخلها معدات اللي هي زي ما تشوفون هذه اللي قدامكم، ويجيكم معاها كمان ما أعرف إيش يسمونها صراحة، بس يعني زي هم كاتبين ماسية، بس هي ما هي ماسية، تعتبر زي المجوهرات كذا، أو ما هي مجوهرات، ما أعرف إيش يسمونها، بس يعني تلصقونها داخل اللوحة، وتصير كل اللوحة ب يعني استكراتكم أنتوا تلصقونها رقم رقم، طبعا كل لون محطوط عليه رقم وتلصقونه في نفس اللوحة. مرة الفكرة رهيبة وجميلة، وتاخذ يعني من وقتك تفرغ طاقتك. أنا حبيت الفكرة مرة، وفي أشكال كثيرة. بعد كذا الشيء اللي أول مرة أطلبه من شيئين وصدمني جودته جدا اللي هي الشراريب، صراحة مرة مرة صدمتني جودتها، مرة حلوة. يعني أول مرة أطلب منهم شراريب، بس مرة مرة انبسطت من الجودة، ما شاء الله الجودة، والقماش مرة حلو. يعني دائما أسمع أنه يعني قماشهم كويس في الشراريب، بس يعني صراحة لما جربت انبسطت أكثر. اخترت لون أبيض سادة، تقريبا 5 جاية مع بعض، واخترت هذه تحسون كذا تناسب الشتاء والثيم أو الألوان الشتوية. بعد كذا اخترت هذه البينز على شكل حيتان. طبعا اللي ما يعرف، أنا جدا أحب الحيتان وأجمعهم من زمان، فشفت هذه البينز على الموقع وحبيت أني أجيبها، مرة حلوة، الاثنين جودتها مرة كويسة وأشكالها مرة حلوة، يعني واضح أن أشكالها مرتبة وأسعارها كمان مرة مرة حلوة. بعد كذا جاتني هذه الشنطة هدية من شي إن على الطلبية، مرة حلوة، تقريبا ملمسها قماش. الشيء الوحيد اللي ما عجبني فيها السحاب شوية يكلكع، بس مو مشكلة، داخلها مرة حلوة تقسيمتها، تناسب حق مكياج يومي تكون في شنطتك، يعني شيء عملي، مرة عجبتني. بعد كذا جبت هذه القطعة، هي عبارة عن قماش، ما أعرف صراحة يسمونها منديل أو منشفة، بس أنا جبتها عشان أغطي فيها الخبز لما أحطه في السلة مثلا، أو مثلا أني أحطها تحت الكيك. كمان حلوة في التصوير، يعني مرة مرة حلوة، بتفيدني إن شاء الله، وكمان حلوة أنا قماش، وممكن أغسلها لو انعدمت. جبت منها نوعين، اللي هي هذه على شكل ورق جرايد، والثانية أبيض. صراحة التنتين مرة خامتهم حلوة وجودتهم جدا كويسة. بعد كذا جبت هذه الفرشة، تقدرون تغطون فيها طاولة، تقدرون تستخدمونها كفرشة الطلعات ويعني الكشتات، مرة مرة حلوة وخامتها جودتها كويسة. برضو لو انعدمت تقدرون تحطونها في الغسالة، هذه من الأشياء المرة حلوة في القماش، أنكم يعني ما تشيلونها منه لو انعدمت أو كذا أنكم ترمونها، لا، شيء ممكن تستخدمونه كذا مرة. بعد كذا طبعا جبت هذا، عبارة عن خلخال، صراحة لسه ما استخدمته، بس شكله من البرة أنه يعني جيد. أول مرة يعني استخدم أجيب خلخال من شيئين. جبت هذا الحلق وجاني أو وصلني مكسور، ما أعرف هو مكسور أو يعني يعتبر مو مركب، ولكن يعني ما يعتبر خربان أني رح أرميه، لا يعني عادي، مجرد ألصقه من تحت ورح يكون تمام، يعني ما في أي إشكالية. فحسيت أنه ما له داعي أني أرجعه وما أدري إيش وحوسه، خلاص رح ألصقه بغرة القزاز وبيطلع تمام، يعني بيطلع مزبوط معايا، يعني ما وصلني مكسور، بس يمكن مفكوك أو يعني ما أدري هل هو الغرام فك أو شيء، بس ما أحسه إشكالية كبيرة أنا ممكن أعدل عليه. آخر شيء معانا اللي هي هذه الربطات، صراحة أنصح كل أم عندها طفلة صغيرة أنها تجيب لها هذه الربطات، تقريبا مو تقريبا هي 100 حبة ب8 ريال، يعني سعرها مرة حلو. وغير كذا هذه الربطات القماشية مرة حلوة ومريحة لشعور الأطفال، يعني ما تأديهم ولا توجعهم في شعورهم، وكمان الألوان مرة حلوة، يعني في درجات ألوان مرة كثيرة، وفي كمان ألوان في الموقع أكثر وأكثر لو بغيتهم، فأنا مرة مرة حبيتها، وصراحة مرة ناسبت طفلتي الصغيرة. وطبعا هذا هو الشكل النهائي لتنسيقاتي الشتوية البسيطة لصالتي، أتمنى يا رب أن كل المقطع عجبكم، وتكون فكرة مشترياتي من شيئين برضو عجبتكم. لو حبيت أسويكم جزء ثاني مشتريات من شيئين، تكون مثلا ملابس أو أي شيء أنتم ممكن تقترحونه علي، اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس أنا الحين جهزت قهوتي وكيكتي، بروح أتقهوى، بس قبل ما أتقهوى بقول لكم لا تنسون تحطون لايك للمقطع، تشتركون في القناة ولسه ما اشتركتم، وتنشرون المقطع لكل أصحابكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قريبا. إلى اللقاء.